الطموح يبدي صغير ويكبر مع الإنسان مع تقدم العمر، وطموح الكادي في أن تصبح اختصاصية مختبر متميزة بدأ معاها كبير منذ الصغر. هذا المجال المهم اللي يعتبر واحد من المجالات الطبية المساعدة يمثل للكادي تحدي وهدف تطمح للوصول إليه مستقبلاً. اسمي الكادي الدرباس، عمري 13 سنة، وأحب مجال مختبرات الطبية لأنه وايد أبحث عنه وودي أصير من ضمنهم. معكم أريج الراشد، أخصائية مختبر طبي في مختبرات مستشفى جابر الأحمد. بتكلم اليوم عن تخصص المختبرات الطبية اللي يعتبر من أهم التخصصات في المجال الطبي. تخصص المختبرات الطبية مسؤول عن القيام بالفحوصات والتحاليل المخبرية باستخدام التقنيات والأجهزة الخاصة لإصدار نتائج اللي يحتاجها الطبيب المعالج علشان يحدد مسببات المرض، يقرر العلاج المناسب، ويحدد كفاءة الأعضاء الداخلية للجسم. أرحب فيك الكادي اليوم في مستشفى جابر الأحمد، وقالوا لي إن أنت وايد حابة تخصص المختبرات الطبية، ودي أعرف منك اللي خلاك تحبين هالتخصص. أنا وايد أحب هالتخصص لأنه وايد أقرأ عنه وأتمنى إني أشتغل بهالمجال، وأتوقع إني أنا أول واحدة إني أشتغل بهالمجال لأنه ماكو أحد بعائلتي ووايد أحب هالمجال. حلو، ممتاز. شو اللي خلاك تحبين هالتخصص او تهتمين فيه؟ هل في احد من اهلك نصحك فيه او احد يشتغل بالمجال الطبي؟ وايد نصحوني اني ادش بمجال الطب، واني قاعد يشجعوني شيء ان انا لما اكبر اصير مجال الطب. بس بسالك كم سؤال، شنو مجالات بتخصصكم؟ تخصص المختبرات الطبيه في وايد اقسام، من اهمها ثلاث اقسام اللي هما امراض الدم اللي يشخص الأنيميا، الثلاسيميا، اللوكيميا، الأمراض اللي مختصة بالدم. في عندنا تخصص الكيمياء الحيوية اللي يقيم وظائف الجسم مثل وظائف الكلى، وظائف الكبد، البنكرياس، الهرمونات، السكر والأملاح. وفي عندنا تخصص الأحياء الدقيقة اللي يتخصص في التعرف على الكائنات الدقيقة مثل البكتيريا والفيروسات والمضادات المناسبة لها. إنزين دكتور، ليش نقيتي هالمجال؟ اختياري حق هالتخصص قصته طويلة شوية. أنا من يوم كنت بعمرك تقريبا وأنا عندي شغف بالعلوم الطبية وعندي فضول، يعني أحب أشوف الأشياء اللي إحنا ما نشوفها بعيننا المجردة. فهالتخصص أتاح لي الفرصة أن أنا أشوف الأشياء اللي إحنا ما نشوفها بعيوننا، مثلا عين الدم واحدة ممكن تأخذينها تشوفين فيها أنواع كريات الدم اللي موجودة، كريات الدم البيضة، كريات الدم الحمراء. ممكن عين الدم توريك شنو وظائف الجسم، شلون وظائف الكلى، شلون وظائف الكبد عند المريض اللي خذينا منه العينة. فهالتخصص الحلو فيه إنه يشبع الفضول ناحية العلم. زين دكتورة، شنو المزايا والصعوبات اللي واجهتيها بالطب؟ وظيفتنا فيها عدة مميزات وفيها بالمقابل عدة سلبيات. من أهم سلبياتها هو طول أوقات العمل، يعني إحنا نغطي 24 ساعة 7 أيام بالأسبوع، نشتغل لازم طول الوقت عشان نخدم المرضى. فهذه من الأشياء الصعبة في وظيفتنا، بالإضافة إلى أن إحنا إذا ما التزمنا بقواعد الأمن والسلامة إحنا معرضين حق العدوى، معرضين أن إحنا ناخذ أمراض، لأن إحنا قاعد نتعامل مع عينات دم ومع سوائل الجسم مأخوذة من المرضى. بالمقابل من أهم المميزات أن إحنا قاعدين نخدم المرضى، قاعدين نقدم خدمة، نساعد الطبيب أنه هو يكتشف شنو المرض اللي موجود، ونساعده أنه هو يشخص عشان يقدم العلاج المناسب. زين دكتورة، شنو القواعد الأمن والسلامة؟ قواعد الأمن والسلامة اللي نتبعها في المختبر جدا مهمة، لأن إحنا قاعدين نتعامل مع عينات دم أو سوائل جسم أخرى من المرضى، فبالتالي إحنا معرضين حق العدوى. فلما تتعاملين مع هالأمراض لازم تكونين ماخذ احتياطاتك بالبداية، تلبسين اللاب كوت وأنت قاعدة تتعاملين مع عينات الدم، تلبسين الجلوفز، إذا احتجتي تلبسين الماسك، تغسلين إيدك عدل بالماء والصابون قبل وبعد انتهاء التحاليل، وغيرها وايد من قواعد الأمن والسلامة. دكتورة، وين الأماكن اللي تشتغلون فيها؟ لأن إن شاء الله إذا صرت بالمستقبل أخصائية مختبر أعرف وين أشتغل. أخصائي المختبر مؤهل إنه يشتغل في وايد أماكن ووايد مجالات،
مثل مختبرات الصحة العامة، مختبرات المستشفيات، مختبرات المراكز الصحية، بالإضافة إلى جميع معاهد الأبحاث. يعني في كل مكان في مختبر هم محتاجين أخصائي مختبر عشان يقوم بالفحوصات. بما أن تعرفنا على تخصصنا وخذينا معلومات كافية عن التخصص، إيش رأيك نروح الحين ونطبق عملي وناخذ أول إجراء في فحص الدم، اللي هو نسحب عينة الدم وراح نسحبها منك أنتي. يلا أوكي أنا جاهزة. معلومات كثيرة ومهمة استفادتها الكادي من أريج الراشد، اختصاصية المختبر الطبي في مستشفى جابر الأحمد. هذه المعلومات تعتبر حجر الأساس اللي راح تبني عليه أحلامها في المستقبل، واللي حددت الكادي لنفسها لتخوض في هذا المجال رحلة تحقيق هدفها واكتشاف كل الغموض اللي تحاول تكتشفه بتوجيه ومساندة من الاختصاصية الخبيرة بمجالها أريج الراشد. أنا وايد مستانسة إني راح أسوي هالتجربة، لأن من زمان ودي أسوي التجربة اللي هي سحب الدم. التقيت اليوم بالكادي ولاحظت إن عندها شغف في المجال الطبي وعندها اهتمام في تخصص المختبرات الطبية، فإن شاء الله راح ناخذها اليوم تعيش التجربة، تدش معنا المختبر، نسحب منها عينة الدم وهي بنفسها اللي راح تسوي الفحص على عينتها، وراح نعيشها جو المختبرات الطبية. الحين الكادي احنا في غرفة سحب الدم، ومثل ما اتفقنا راح نسحب منك انت عينة الدم وراح تشوفين بنفسك شنو الاجراءات اللي نتبعها. راح اوريك شنو الادوات اللي احنا نستخدمها في سحب الدم. عندنا الابر اللي تستخدم حق السحب، في عندنا الكحول عشان نعقم المكان اللي راح نسحب منه الدم، في عندنا انواع الانابيب اللي نستخدمها حق الفحوصات. طبعا راح تلاحظين ان في الوان مختلفة حسب كل نوع انبوبة فيها مواد حافظة، في بعضها تستخدم حق تحاليل سيولة الدم، في بعضها تستخدم حق عد كريات الدم الحمراء والبيضة، وفي بعضها حق تحاليل وظائف الكلى، وظائف الكبد والبنكرياس. الحين الكادي راح نبلش ناخذ منك عينة الدم مع أستاذة عايشة. تفضل تاخذ منك العينة. أولا راح نربط مكان سحب الدم. يمكن تتسألين تقولين ليش يربطون مكان سحب الدم؟ احنا نربط عشان ما يتدفق كمية كبيرة من الدم لما نحط الإبرة. راح نحدد مكان الوريد اللي راح نسحب منه، نعقم المكان باستخدام الكحول. طبعا نلاحظ ضرورة الالتزام بقواعد الأمن والسلامة، ان اثناء سحب الدم لازم الواحد يكون لابس جلافز واللاب كوت المسكر. خذي نفس وريلاكس. شاطرة. شو اللي حاسة فيه؟ اني قاعدة انسحب. ما في عوار وايد صح؟ الحين الكادي بعد ما خذينا منك عينة الدم لازم نكتب البيانات التعريفية اللي هو اسمك الكامل، رقمك المدني، ورقم الملف إذا كان لك ملف بالمستشفى عشان عينتك ما تتلخبط مع العينات الثانية من المرضى. طبعا اليوم احنا شنو بنسوي لك الفحص؟ راح نسوي لك CBC اللي هو عد كريات الدم، وراح اسوي لك فصيلة الدم. شلون تهيئون المريض قبل فحص الدم؟ اولا قبل ما نسحب الدم حق المريض لازم وقت الاستقبال نشرح له شنو الفحوصات اللي مطلوبة منه، الدكتور شنو طالب له من تحاليل، وبعدين نشرح له الخطوات اللي راح نتبعها، وانه ممكن يحس بألم بسيط، ونطلب منه انه يكون مسترخي وهادي وقت سحب الدم، لان العملية ما تاخذ اكثر من دقيقتين عادة. طبعا العلاقة بين اخصائي المختبر والمريض ضرورية في الحالة النفسية حق المريض، من استقبال بداية الاستقبال اول ما المريض يحضر الى المختبر، من شرح حق الفحوصات المطلوبة حق المريض، وإلى شرح الخطوات اللي راح نتبعها مع المريض. شلون نحافظ على العينات عشان ما تتلف؟
أولاً لازم وقت سحب الدم نتبع الإجراءات الصحيحة اللي تعلمناها حق سحب الدم. ثانياً كل فحص لازم نستخدم للأنبوب المناسب اللي فيه المواد الحافظة الخاصة فيه. وثالثاً لازم نقوم بالفحص المطلوب في أسرع وقت ممكن، يعني نحاول كثير ما نقدر إن ما نخلي العينة ساعتين أو 3 ساعات بعدين ندخلها الجهاز. نزين الكادي، مر عليك من قبل مشاكل أثناء فحص الدم أو لما سحبوا منك عينة الدم طلبوا منك عينة ثانية أو صارت لك أي مشاكل من قبل؟ لا ولا مرة. أحياناً العينات لما نسحبها تتعرض حق عدة مشاكل تخلينا نطلب من المريض إن نسحب عينة ثانية، مثل إن العينة تتجلط أثناء السحب أو إن العينة تكون بالأنبوب غير المناسب حق الفحص المطلوب أو إن أحياناً العينة تتلف أو تضيع مثلاً. شنو الخطوة الجاية بعد أخذ العينة؟ الحين خذينا منك عينة الدم، راح نأخذ عينتك ونروح داخل المختبر عشان نسوي لك تحليل CBC ونسوي لك فصيلة الدم. الحين الكادي ايش رايك تلبسين اللاب كوت عشان ندش داخل المختبر وانت بنفسك تسوين التحليل وتطلعين نتائج فحوصاتك. يلا اوكي. ابدت الكادي شغفها للتجربة العملية على الرغم من مخاوفها في البداية، الا ان كل المخاوف تبددت وتحولت إلى متعة أثناء التطبيق العملي، خصوصاً في أنها عبرت عن رغبتها بهذه المهنة من خلال تبرعها بنفسها لأخذ عينة الدم منها. تعرفت على الطريقة الصحيحة لأخذ العينة والهدف منها، وهذا شجعها لتحضير نفسها للعمل في المختبر وتحليل وفحص العينة. دخلت مع الدكتورة أريج الراشد وسحبوا مني عينة من الدم بمختبرات سحب الدم واستفدت وايد معلومات. عند استقبال المريض نتبين أول شيء من بياناته، اسمه، رقم المدني، بياناته كاملة. نتأكد من الفحوصات اللي الطبيب المعالج طلبها ونهيئ المريض نفسياً ونشرح له بالضبط شنو الخطوات اللي راح نتبعها عند سحب الدم، وبحيث أنه يكون مرتاح وعارف شنو بالضبط اللي راح يصير. أول خطوة نتبعها بعد استلام العينة في مختبر أمراض الدم إن ندخل بيانات تعريفية للمريض على نظام معلومات المختبر. راح ندخل رقمك المدني الحين على السيستم. راح نتأكد إن بياناتك كلها صحيحة. وبعدها راح نحدد نوع الفحص اللي احنا محتاجين نسويه. اول شيء راح ناخذ العينه، نتاكد اول شيء من صلاحيتها ان هي قادره تمشي على الجهاز، وبعدين نحطها بالراك وتمشي على الجهاز. التحليل اللي بنسويه الحين هو تحليل فصيلة الدم. تعرفين شنو فصيلة دمك؟ B+. حلو، خلينا نتأكد الحين ناخذ عينة من دمك ونسوي عليها الفحص. أول خطوة راح نسويها راح ناخذ محلول ملحي نخفف فيه العينة،
نبطل العينة طبعاً. دائماً لما تتعاملين مع عينات الدم تتعاملين بحذر، لأن ممكن تسبب لك عدوى أو تسبب لك مرض. راح ناخذ من عينة الدم نضيفها على المحلول، كذي احنا جهزنا المحلول المخفف من عينة الدم. راح ناخذ 3 أنابيب اختبار. هذه المحاليل اللي راح نستخدمها، اول محلول اللي هو انتي اي، ثاني محلول انتي بي، ثالث محلول انتي دي. اول شيء تعرفين شنو يعني فصيلة الدم؟ شلون نحدد احنا فصيلة الدم؟ شلون؟ كل انسان له فصيلة دم مختلفة عن الثاني. فصائل الدم الرئيسية اللي عندنا اللي هي A و B و O و AB، تتحدد شلون؟ تتحدد عن طريق بروتينات موجودة على كريات الدم الحمراء اسمها الأنتيجينز. هذه الأجسام المضادة تتعرف على الأنتيجين اللي موجود على كريات الدم الحمراء. نكتب على كل أنبوب نوع المحلول اللي راح نحطه فيه. الأنبوب الأول اللي هو أنتي A، الأنبوب الثاني أنتي B، والأنبوب الثالث اللي هو أنتي دي. في الأنبوب الأول راح نحط المحلول أنتي أي، راح تحطين قطرتين. لازم قطرتين؟ إيه لازم قطرتين عشان النتيجة تطلع لك مضبوطة. المحلول الثاني أنتي بي، طبعا كل محلول يحتوي على اجسام مضاده حسب الاسم ماله. والاخير انتي دي. بعدها راح ناخذ من عينه الدم اللي خففناها نحطها على كل واحد. بالضبط، راح تاخذين من المحلول اللي خففتيه 50 مايكرو تحطين على كل واحد منهم. اخر خطوه راح تاخذين الانابيب الثلاثه تسوي لهم ميكس خفيف، وبعدين نحطهم بالسنترفيوج. في أماكن معينة؟ إي لازم تحطينهم بطريقة متوازنة. يعني شلون طريقة متوازنة؟ يعني كل أنبوب مقابل أنبوب ثاني. هذا راح يجمع لك الخلايا مع بعض بحيث إن تشوفين هل في تجلط بالمادة ولا لا. ناخذ الأنابيب الحين الوقت اللي نعرف فيه النتيجة. راح نطالع الأنابيب، راح نشوف إن في أجلوتينيشن موجود في الأنبوب اللي هو بي. يعني أكثر شوفي شلون صاير البي، فمعناته أنت فصيلتك بي. وبعدين نطالع الأنتي دي، في اجلوتينيشن معناته انت بوزيتيف. بوزيتيف يعني ار اتش بوزيتيف، يعني تشوفين الخفيف، لا تشوفين اللي فيه تجمع دموي. تشوفين شلون كريات الدم لازقه ببعض، هذا اسمه اجلوتينيشن. اوكي، فالنتيجه هي بي بوزيتيف. الكاد تفاعلت في مختبر امراض الدم بمستشفى جابر الاحمد، وكانت خير مساعد لاختصاصية المختبر الطبي أريج الراشد. تعرفت منها على الأجهزة المستخدمة في هذا المختبر وطريقة عملها، وحللت بنفسها عينة الدم، شافت النتائج وصارت المهنة ومهامها أوضح لها.
دخلت مع الدكتورة أريج بمختبرات أمراض الدم وتعرفت على التحاليل. شرحنا حق الكادي طبيعة عملنا في المختبرات الطبية، أبدت اهتمام كبير في تخصصنا، وهي بنفسها قامت ببعض الفحوصات على عينة الدم اللي سحبناها منها، ولاحظت عليها الاهتمام الكبير في التخصص، وأتمنى لها التوفيق في أن إن شاء الله نشوفها زميلة لنا في مختبرات مستشفى جابر بالمستقبل إن شاء الله. الحين الكادي عقب ما اطلعنا على كل المعلومات اللي تخص مجالنا وتخصصنا، شنو عندك بعد استفسار أو أي معلومة حابة تعرفينها؟ شنو أدرس عشان أوصل حق نفس تخصصك؟ أول خطوة لازم تكوني متفوقة في المواد العلمية، لازم تتخصصين تخصص علمي بالثانوية، وإن شاء الله لازم تكوني متفوقة ونسبتك عالية عشان تقدرين تدشين الكلية اللي هي كلية العلوم الطبية المساعدة أو كلية العلوم، ممكن تأهلك بعد إن تدشين هالتخصص. كلية العلوم الطبية المساعدة تأهلك إن تكونين أخصائي مختبر، وفي هالكلية راح تاخذين جميع التخصصات الفرعية اللي هي تخصص المناعة، أمراض الدم، الكيمياء الحيوية، الأحياء الدقيقة، وكذلك الخلايا والأنسجة. بالإضافة إلى كلية العلوم ممكن تأهلك كذلك إن تدشين حق هالتخصص، بس تكون متخصصة أكثر، يعني مثلا تتخصصين كيمياء حيوية أو تتخصصين أحياء دقيقة. أستاذة، شنو مستقبل الأخصائيين المختبر اللي بالكويت؟ أخصائيين المختبر من التخصصات النادرة والمطلوبة في سوق العمل بالكويت، وفي حاجة مستمرة لهالتخصص هذا، خصوصاً أن كل فترة في عندنا مستشفيات جديدة قاعدة تتبطل، في مراكز صحية، في معاهد أبحاث، كلهم محتاجين هالتخصص هذا عشان يقوم في عمل الأبحاث في المختبرات. وين ممكن أدرس مثل دول غير الكويت عشان أصير نفس تخصصكم؟ تخصص المختبرات الطبية من التخصصات اللي موجودة تقريباً في جميع دول العالم، تقدرين تدرسينه في بريطانيا، في أوروبا، وفي عدة دول عربية مثل مصر والأردن موجود فيها التخصص. شنو النصائح اللي تعطيني إياها عشان أصير أخصائية مختبر ناجحة؟ أولاً لازم تحبين المهنة، ولازم يكون عندك شغف تجاه هالوظيفة عشان تبدعين فيها، وثانياً لازم يكون عندك صبر، لأن بتواجهين صعوبات، بتواجهين مشاكل، في عراقيل وايد في هالتخصص، لازم يكون عندك الصبر والقوة انك تواجهينها. بالإضافة إلى أنه لازم يكون عندك القدرة أن أنت تدرسين، لأن في جانب نظري وايد في هالتخصص، لازم يكون عندك حب حق العلم، وفي عندك الفضول ناحية هالتخصص هذا. إنزين الكادي، من ناحية تشجيع الأهل ناحية هالتخصص هذا، هل تحسين أن هم قاعدين يدعمونك، يشجعونك بهالتخصص هذا، يقولوا لك إيه والله حلو هالتخصص، اختيارك مناسب حقه، ولا شلون تحسين؟ كانوا وايد أهلي مشجعيني إني أدش هالتخصص، وإنه قاعد يساعدوني بالمواد العلمية، وقاعد يقولون أدش هالتخصص، وأنا وايد حابة هالتخصص. بالنهاية الكادي، أنا أولاً معجبة باهتمامك بهالتخصص، ووايد حلو الشغف اللي عندك ناحية هالتخصص هذا، وأنا حابة أدعمك وأشجعك، وتليفوني عندك وأنا موجودة هنا في مستشفى جابر، أي وقت عندك أي استفسار، محتاجة أي مساعدة في هالتخصص، أنا بإذن الله راح أكون معاك خطوة بخطوة لين توصلين حق الهدف اللي أنت تبينه، وتكوني زميلتنا هنا في مختبرات مستشفى جابر الأحمد. شكراً أستاذة أريج، إنك بتيني وايد وتعلمت وايد معلومات. أنا وايد استمتعت مع الأستاذة أريج، إني دخلت مختبرات الأمراض وأمراض الدم، وتعلمت وايد أشياء واستفدت، وأتمنى يوم من الأيام إني أكون معاهم. تجربة كانت جداً ممتعة، ضيفتنا الكادي كانت إنسانة شغوفة وايد مهتمة في المجال الطبي، البرنامج فكرته روعة، يشجع الشباب أن يختارون ويحددون المجال اللي يبون يدشونه بالمستقبل، يشجعهم أن يكون عندهم طموح وطريق واضح من البداية حق الهدف اللي هم حابين يوصلونه. تأثرت الكادي بتجربة برنامج مستقبلي اللي كانت كاميرتها ترافقها خطوة بخطوة في مستشفى جابر الأحمد، واستفادت من الجانبين النظري والعملي، ويبقى للكادي التخطيط للمستقبل حتى توصل للمهنة اللي تحبها وتبدع فيها. بس راح نقطع لأن راح أخلص نقطة نوقف وكمل. دخلت مع الدكتورة أريج الراشد.
أخصائي المختبر من المجالات بعيد. وين الأماكن اللي نشتغل فيها إن شاء الله بالمستقبل إذا صرت أخصائية مختبر؟ أخصائية مختبر. شنو مجالات مختبر الطب؟ لا، شنو مجالات المختبرات الطبية؟ وهي بنفسها راح تقوم بالتحاليل على عينة الدم اللي هي. دخلت مع الدكتورة أريد بمختبرات الدم. لا، مختبرات أمراض الدم. أوكي، من وين؟ من البداية؟